أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، فالنهاردة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هتحتفل بعيد صوم الرسل. جهاز حماية المستهلك هيواصل الحملات الرقابية على الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين طوال أيام أجازة عيد الأضحى، وكمان النهاردة الحجاج هيستعدوا ليوم النفر الثاني وختام الحج. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هتحتفل بعيد صوم الرسل واللي استمر لمدة 29 يوم. النهاردة جهاز حماية المستهلك أعلن استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وإن الجهاز بيستقبل شكاوى المواطنين طوال أيام العيد من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات. كمان النهاردة بيستمر الأتوبيس النهري بالقاهرة في تنظيم الرحلات النيلية المتنوعة، وعلى رأسها الرحلات للقناطر الخيرية والرحلات لحديقة الحيوان بالجيزة، ده غير إنه في خطوط للجامعة وحديقة الحيوان، والعمل مستمر طوال اليوم من الساعة 8 الصبح. برضو النهاردة حجاج بيت الله الحرام هيستعدوا ليوم النفر التاني وهو آخر أيام الحج، وده اليوم اللي بينفر الناس فيه من منى بعد إتمام المبيت بها ورمي الجمرات. بالنسبة لماتشات النهاردة، هيلتقي فريق ليفربول مع مانشستر يونايتد في المباراة اللي من المقرر إقامتها في الساعة 3 العصر، وده في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة، هيلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة الساعة 4:30 العصر، وبيراميدز مع طلائع الجيش الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت هيكون ماتش الزمالك مع المقاولين العرب الساعة 9 بالليل مباراة الأهلي مع فيوتشر.